كازيك اف ام تبع الموجة. اليوم فرحان برشا برشا باستقبال دي جي تونسي خليني يقول موزيكتو ملعوبة بارتو دون لو موند اسمه حمزة الصقلبي ما تعرفوه أكثر باسم حازم الصقلبي ما تعرفوه أكثر باسم حازم شعولك حازم أصلاً صفا هو اللي هنا فما كونفوزيون فما شكون يقول لك هيزم فما شكون يقول لك هيز إم كيفاش نايا الاسم خلينا نقولوا هيز إم بالديكليك اللي كان وراء الغرام بالموزيك الكترونيك شنو المومون اللي خليك تقول تيان جو في مو باسيوني بالموسيقى الالكترونيك عمري ما خممت معناتها جيت بالزهر هكاك نلقى سوفت وير لوجيسيال فروتي لوبس وقتها 2007 مش 2009 بديت نخدم هكاك معناتها لا جيت لا من ديب هاوس لا من حتى كولتور معناتها فهمت ديريكت وليت نعمل في الموسيقى وبعد بشويه بشويه فهمت اللي عندي دون ولا ما نعرفش بديت هكاك وحدها فقت بها من بعد بشوي بشوي حتى لين من ليفل ستوديو وليت لابلتون هكا ولا ليه اذا كان اليوم نقول لك كما خير ليفل ستوديو ولا لابلتون ولا صعيب برشا تو ترانش كل واحد شنو اللي يرتاح فيه انا ارتحت فيها لابلتون اكثر لابلتون معناتها يساعد اكثر به انت برودكتور قبل ما تكون دي جي معناتها بديت بالبرودكسيون واول اغنيه ليك خرجت في 2009 كانت في 2009 اسكو كنت تصور روحك باللي من 2009 لليوم باش دخلت اللي انت عليه تصور دل ديبار معناتها مش دل ديبار مي بعد ثلاث سنين 2011 ولاو يعيطوا لي من برا معناتها امستردام ما نعرفش كل مره بلاد فهمت نيو ديسكو وقتها كنت نعمل ديب هاوس بشوي بشوي بديت نعمل في اسم برا الاغنيات يتحطوا في اليوتيوب يتحطوا في يتباعوا على بيت بورت فهمت الحاجه اللي خليتك ممكن تكبش معناتها وتكمل اللي انت فيه سيتي لا ريكونيسونس نتاع موسيقتك ملعوبه كلاسي ديما في البيت بورت معناتها تلوج حتى موسيقتك وانت تلعب قلت تيان جو في كونتينيو في اللي انا فيه تخدم بالكدا تلقى قاعد معناتها كل عام نحس روحي قدمت معناتها نخدم اليوم كل يوم كل يوم كل يوم بعد نعاود نلقى روحي معناتها يرجع لي كله معناتها مش في ساعة في ساعة ما يرجع واحد يسمع غنيتك الاخر يسمع ما نعرفش جيني كومبا عملت ألبوم مع نوستخاليان 2014 وقعدت هكاك معناتها في بالي كاو فيت الحكاية ما عمل حتى شيء الألبوم معناتها واحد سمعه من روسيا قالك تيان حلو بيه الفستيفال غني عيطولي على غنيه معناتها ولازمنا نلعبوا لايف وكريو استوديو وعملونا عمري ما قابلته معناتها باتريك ارنولد فليكس كوب اسمه نسلموا عليك نسمع فيك نسمع فيك يا حاجه ما تعرفش عليها معناتها ديما تخدم وما تستنى حتى شيء باش تجيب تبيعتها هو الحاجه الاخرى اللي هي معناتها اون دوا لسوليني اللي انت من الاول قاري سينما قاري سينما حتى جاي تعمل في الدي جيينغ معناتها بطلت خويا سينما ديريكت كي تعمل حاجه في الدنيا هذيا معناتها اي حاجه معناتها يزمك 100% يا تحلم حلمه كبيره وتحب تكملها يا تقعد تفركها وهذه ما تجيش حاجه بركه تخدمها بالقد دونك تو تي دي خلي معطلنا خلي السينما على جنب ونشد ركز في اللي انا فيه لا ماك واحد خذيه كي دور الدنيا واحد ما تعرفش عليها يرجع يخدم يعمل سينما مش ملا خليني نعيش الباسيون نتاعي نعيش الباسيون نتاعي ونعيش 50 سنه وما باش تلقى ما تحكي لصغارك نهار مسمار في حياتي ولا كيف يقولوا ما حشتيش اليوم موزيكتك بلاي ليستي بار لي بلو غران دي جي تي نقول بلو غران دي جي نحكي على سولومون نحكي على ماسيو بليكس نحكي على تيل اوف از نحكي على بليزيور دي جي معناتها سي اون ريكونيسونس كبيره معناتها اي موسيقتك لحظة ملعوبة معناتها العباد اللي تفهم في الموسيقى الالكترونيك وتبع الموسيقى راهو حازم هيزام راهو موسيقته ملعوبة باش نسمي لكم من جديد سولومون ماسيو بليكس تيل اوف از وبرشا عباد اخرين هذيك انرجي ناخذها ونعاود نزيد نخدم بها معناتها سي اون ريكونيسونس كبيرة وكورونمون لكن فما برشا من الناس يقول لك تونسي صعيب برشا موسيقته باش تخلط على الانترناسيونال هذا اللي يتقال وتونس مستحيل اذا كان دي جي نجم ينجح فيها وشكون اللي موسيقته معناتها خرجت وتلعب في بلادك لازم تنجح في بلادك ساعه هذه لازم تفهم لازم تنجح في بلادك تعمل اسم في بلادك باش خاطر باش تعمل كي تعمل اسم هنا تعمله غادي معناتها ما فيش معناتها اما لازم برودكسيون ما تنجمش تعمل اسم دي جي صح فما تنجم دي كاغار معناتها دي جي يولي من غير حتى برودكسيون يولي فما اما أكثر لازم خدمة وزادة يلفو كومبيني لي دو معناتها دي جي كاو تحس حاجة ناقصة لازم تكمل في البرود
انا باش ما نعرفش بديت برودكسيون وبعد جيت دي جيينغ وحده وكل شيء مشي وحده معناتها ما خممتش حتى نهار اللي انا باش نولي دي جي كيك بتفدليك نلقى روحي تفديك هذه خليتك تصحح مع ديلابيل كبر برشا صححت مع سوارا صححت مع سيستماتيك ريكور صححت زيدا مع ستيل فور تالنت اللي هما ديلابيل كبار وتونسي موجود في الليلابيل هذوما اون اوتر ريكونيسونس من الاول جديد بالخدمه صح اذا كان نقول لك ميساج برسمي حازم ميساج اذا كان تعديل للي جون باسيوني العباد اللي تعمل في الموسيقى ومغرومه بالموسيقى شنو ينصحهم حازم خويا انا ريت شنو كريت نرقد في الليل نحلمش كي نفيق نحلم نبدا نحلم واعي شنو باش نعمل معناتها خمم معناتها كان نخدم اليوم غدوه باش نوصل معناتها لازم ديما معناتها de la persévérance au Barça Khedma. Récemment, quand في كرواتيا عملت une tournée ou quand زاد في باريس ou quand زاد في لبنان, قطر, tournée هذه, la rencontre مع le public étranger كيفاش تصير كل مرة. D'ailleurs, اللي انت tu as joué في برشا بلايص اخرين, هولندا ou plusieurs dates اخرين, لكن حاب نرجع معك مع على la rencontre مع le public étranger, كيفاش تصير, كيفاش تعيش في المومون هذا خاصة تونسي يلعب. بلان في الراديو هذا تنمو معناتها لا لا ديجا هما ماشيين يعرفوا معناتها نبدا مرتاح معناتها خاطر جايين يعرفوا شكون باش يلعب يعرفوا الموسيقى نتاعي حاضره معناتها من غير ما نكسر راسي برشا نلعب موسيقتي باش نعمل جو ونروح اسكو خلطت ريسبتيف ياسر الببليك نتاعهم وجايين يشطحوا ما فماش تويول ما فماش جايين عباد جاي باش تشطح معناتها اي زاد خلينا نفسروا اللي ماهيش نفس النوسيون تاع الكلوبينغ والنايت لايف معناتها مش كيف كيف بوبليك ريسبتيف البر معناتها سو ني با لا ميم غوسومبلونس اللي موجوده في تونس اي تونس حكايه اخرى هوني قاعدين معناتها نقدموا بشويه بشويه فما دي غران فيستيفال في تونس برشا سيمي من غير ما نذكر حتى اسم برشا فما بويلر روم جاي بروشينمون لكن ماكش موجود فيها مش مشكل مش مشكل الواحد ياخذ الشانس بتاعه معناتها ما مش لازم معناتها نبدا في البلايص الكل اذا كنا نكمل معاك تعطيني ايفالواسيون للسين نتاع الموسيقى الالكترونيك في تونس والكلوبينغ في تونس هي طالعه قاعده طالعه بشويه بشويه ما عندي ما نقول لازم معناتها بلايص اكثر تتحل معناتها لازم السونوريزاسيون تبدا فوالا ياسر تعبين في السونوريزاسيون والجمله زاد هذه الناس الكل تتشكى منها ما نعرفش ما عمري مريت معناتها الانفراستركتور ناقصه زاد في الكلوبينغ والنايت لايف في تونس اذا كان نسالك على الانسبيراسيون نتاعك حازم الانسبيراسيون ما نسمعش برشا موزيك ما تسمعش برشا موزيك نسمع موزيك اخرى معناتها حكايات اخرين معناتها خاطي تسمع ما نعرفش الانسبيراسيون تجي من غادي وزاد ما نسمعش برشا موزيك الكترونيك خاطر باش ننسبيري هكايا انا ما نعرفش ما نسمعش برشا باش ننسبيري باش ما تدخلش ممكن في الكوبي كولي صحيح هذيك تغد عليها نجم نعمل حاجه ما فهميش فهمت تحب نعمل حاجه تحب حاجه اوريجينال معناتها اللي باش خليك تو تو ديسانج من العباد الاخرين نسمع كل شيء كي باش قبل ثلاث ايام من المشروع ولا حاجه نبدا نهبط شويه موزيكا واحد منهم من سينو ما في النهار ما تلقانيش نسمع نخدم نعمل في موزيكا اذا كان نسالك شكون اللي تسمع شكون العباد كي تو باسيون لي دي جي اللي تسمعهم معناتها لي دي جي سيت ولا الاغنيات الاغنيات لي دي جي شكون معناتها العباد الاغنيات ما عندي حتى حد خاطر نسمع بالغنيه معناتها نجم يعمل اغنيه باهي تعجبني واغنيه اخرى ما تعجبنيش سي الفيلينغ اللي يهزك صحيح ما فماش اسامي معناتها في لي دي جي سيت جوريس فورن بان بوت ميم سي معناتها الموسيقى بعيد عليا جوريس فورن زاد اللي يلعب موسيقتك خليه معناتها نزيدو نقولوا لي جوريس فورن يلعب موسيقته هيزم بان بوت ما نعرفش شكون اخر والله ما نركزش نسمع معناتها هكا هو المفيد خلينا نعيشوا الموسيقى ونحسوا كيف بسؤال تدخل فلوس من موسيقتك اليوم ندخل الحمد لله لكن المشكل معناتها موجود في تونس لان الموسيقى الالكترونيك اون جينيرال ما تتباعش برشا في تونس ايه ما مش قاعد نفيزي في هوني انا قاعد معناتها نخدم معناتها نفيزي في المارشي برا معناتها مع الاوروب مع معناتها مشني قاعد سي ما في تونس نحس في روحي ما عادش نجم نزيد حتى شيء معناتها علاش هكا وما عادش فما ما يتزيد ما تضيفوا في تونس ما عادش نجم نحس في روحي ما عادش نجم نزيد حتى شيء يعني قاعد نحب نتعدى البالي اخر غادي برا اذا كان نقول لك طموحاتك شنو هي لوبجيكتيف نتاع هيزم شنو يحب يكون هيزم دون 5 ans دون 3 ans دون 2 ans لوبجيكتيف نتاعك انت هاني نخدم والوبجيكتيف تاع يتصور واحد بشويه اما نحلم في البعيد كبير il faut avoir les pieds sur terre
فوالا. انا قالوا لي حازم عملت هكا شويه تليفونات وكل، قالوا لي حازم ما يخرجش من الدار، ديما في الاستوديو. ديما معناتها انت تبدا نهارك كيفاش؟ تبدا نهارك تقوم الصباح تحل بيسي تبدا تكومبوزي. حل بيسي وخليها هكاك عباره ما نعرفش شنو، كل ما نخدم نعمل ثلاثه سوايع، نخرج نعمل قهوه ونعاود نرجع نخدم. بروجي ما يتسكرش ديما محلول، لابلوتون ديما محلول. قداش تحب لك وقت بوغ معناتها بوغ كري اون سورت دو ميوزيك؟ قداش تحب لك وقتك هكاك؟ ساعات تقعد في اربع سوايع تبدا انسبيري تعمل تراك، ساعات تقعد نهارين بشوي بشوي، ساعات لازم حتى ليدي كي تجي في صح في ساعه هكاك نحب نبرفكسيونها، نقعد حتى جمعتين نخدم في نفس التراك ما يقلقنيش. شنو هي الحاجه اللي تخليك توصل للايتا نتاع ساتيسفاكسيون تقول تيان الموسيقى هذه مزيانه سي بون ما ناقصها حتى شيء؟ اما يقول لي عمرها ما تبدا موجوده. نقوم نشطح. نخدم ونقوم نشطح. معناتها انت الببليك نتاعك. اه تعجبك موسيقى قوم تشطح سي بون، هذه لازم تخرج. لازم تعجب روحك، ما تعجبش روحك ما تعجبش العباد. حازم الموسيقى نتاعك ما فيهاش ان جونغ بيان ديتيرميني، ما فيهاش جونغ معين. معناتها نخاك تلعب ديب مره تكنو مره تكاوس حتى في لي كومبوزيسيون نتاعك. فما التوش معناتها نتاعك. التوش نتاعك مثلا سين فيها. اما ما خممش برشا، نحب نعمل حاجه هنا شنو هي؟ دي جي للدانس فلور، حاجه نعملها للدانس شطح. سي سامبل معناتها يلزم نشطح العباد، مش معناتها لازم تكلاسيها في جونر معين باش تشطح. هما اللي لابيلي والله لا نعرف انا ما نكلاسيش، هما اللي جيت الغنيه يقول هذا درشني ما عينيش باش نكلاسيها. كلها موسيقى معناتها في الاخر، نلعب هاوس تيك هاوس اللي يعجبني انا نلعب. هذاك ليسونسييل. باغ كونتخ رينيك في دي كولابوراسيون مع سبيس موشن بيتيكو رافائيل سيراتو سيتيزن كين وبرشا اخرين. سؤال، كيفاش تصير البروسيس هذا؟ كيفاش تصير العمليه هذه؟ كومون تو كونتاكت لي دي جي؟ شنو يصير بيناتكم؟ كيفاش يصير معناتها ليلابوراسيون نتاع الاغنيه هذه؟ كيفاش تصير؟ والله كله اونلاين، ساعات قبلهم دي جيات معناتها نتقابل، نجم نلقى معناتها في دي جي في في جيج البرة ولا حاجة نحكي معاه. وساعات دي الأكثرية معناتها باغ انترنيت، معناتها نبعث له ميل ولا ميساج على الفيسبوك، نبدأ صحاب نقول له هاو ذي تراك تحب تكملوا نخدموا مع بعضنا، كان قال لي اوكي. الموسيقى تتكلم أكثر معناتها من الحديث معناتها. إذا كان نقول لك أقوى رونكونتر مع دي جي شكون؟ بيتوك. أقوى رونكونتر؟ آه. وذيك كولوباراسيون كانت مزيانة برشا بالنسبة لك أنت؟ فرد فايب، وحتى نخدم معاه معناتها بريسك 5 ans عمري ماريتو، قابلت معاه يا نو معناتها في قطر ولعبنا بي تو بي مع بعض. بي تو بي مع بعضكم كان قبل معناتها نسمع عنده اغنيه وقتها تلانسا بيها هو رينينج اجين معروفه هذه، قلت شهر نهار نخدم معاه، وليت نخدم معاه وسيدي زين كان كيف كيف، فما تراك ديما نلعبه وليت نعمل معاه في التراكيت. معناتها ريتش نايا يا باد ليميت، معناتها تحلم وتخدم وتحقق الحلم نتاعك معناتها ما فيش. لامبورتون سي دو بوسي تي بروبر ليميت، هذه هي الحاجه المزيان. لواش زيد شويه نلقاك عامل اكثر من 350 تراك. 350 تراك من 2009 لليوم 2019، 350 تراك سي نور. نخدم ما خليش موسيقى نخدمها، نحب العباد تسمعها، كان عجبتهم سي بيان، كان ما عجبتهمش كل واحد أذواق، فهمت شنو هي معناتها. اما نخدم انا نحب معناتها نخرج، ما خليش عندي انا نبارطاجيها الموسيقى، فهمت. سي فري فو با اتر افار. اذا كان نسالك على جديدك حازم، وقتاش فما جديد نتاع حازم؟ والله صار جي ريليز مع لابيل من كرواتيا، ديجا دسكرت معاهم سان شو كيز ومع بعد صحه معاهم كل شيء. ديجا انت الديريكتور اتيسيك في ان لابيل فرونسي. ولابيل قاعد يعمل في حاجه مزينه برشا، لوستونيو هذا لابيل فرونسي، الفلوس الكل تجي من الموسيقى، واللي حتى لي زارتيست يصحوا فيه ما ياخذوا حتى شيء، فهمت، كلها تمشي لافريك، يعاونوا بها لافريك صغار وكل الحكايات هذوك، حاجه مزينه برشا. معناتها ريليز تخرج تجيب فلوس كذا يبعثهم طول. حازم خلي لك لو ديرني مو ميساج افير باسي للعباد اللي تحب حازم ومغرومه بالموسيقى نتاع حازم. والله ميرسي بوكو بور لو سيبو، خاطر يبعثوا برشا ميساجات وما نجمش نجاوب عليهم الكل برجله معناتها. اوكي اللي خلطته سيبو.
ننزل كل نسلموا اليوم حازم سيتي ان اونور ان ايمونس بليزير تونس مشرف السين دو لا ميوزيك الكترونيك التونسيه الاترانجي على انترناسيونال عندنا معناتها ان ريبريزونتون لي موزيك تو قاعده تتلعب على الانترناسيونال يعطيك الصحه ونتمنى لك كل التوفيق حازم سيتي ان مومون دو بور بونور اي دو